نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الوطنية، والبداية بأبرز العناوين. زوارات احتفالات الأول من مايو على وقع الإضراب. واللعبيدي يتهم السلطات بعرقلة ترشح الانتخابات. وتتابعون في النشرة أيضا مسعودة حين يتكالب الفقر والجوع وفقدان المعين. أهلا بكم إلى تفاصيل. طالب الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا ساموريو البي الحكومة الموريتانية بالإسراع إلى تحسين ظروف العمال ومنحهم زيادة في الأجور. وانتقد البي خلال احتفال نقابته بالعيد الدولي للعمال وضعية اليد العاملة في البلاد، مؤكدا أنها وضعية مزرية تتميز بتدني الأجور وتدهور الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى وجود إهمال كبير من طرف الجهات الرسمية. وعرب والبيع عن قلقه حيال التطور المخيف لارتفاع الأسعار وتسريح آلاف العمال من طرف بعض الشركات الأجنبية التي تواصل نهب خيرات البلد حسب تعبيره. هذا وقد غابت الشعارات المطالبة بتسوية وضعية العمال غير الدائمين الذين تقدر الإحصاءات أعدادهم ب8000. ولتسليط الضوء إليك جميلة، ولتسليط الضوء معنا في الاستوديو رئيسة مكتب العمال غير الدائمين السيدة عزيزة مثل الحسن. أهلا بك سيدة عزيزة. اليوم خلدت الشغيلة الدولية عيدها، ما الذي يعني لكم ذلك كعمال غير دائمين؟ شكرا. هذا العيد اليوم يعني لنا كل شيء، يعني لنا اليوم العالمي للشغيلة. وبذلك المناسبة أنا أهني العمال الموريتانيين في هذا اليوم، وهني جميع العمال سواء على مستوى الإدارات وسواء كان على مستوى مؤسسات الدولة. وبالنسبة لنا نعتبر أنه عيد بالنسبة لجميع العمال. نعم، الشعارات التي رفعت اليوم في المسيرات غابت عنها مطالبكم، ما السبب؟ نحن مطالبنا معروفة، إحنا مطالبنا معروفة، وعند الدولة، عند العبد العزيز، وعند الوزراء، وعند المدراء. معناها أنها في الحقيقة إلى ما ارتفعتها شعار والله إلى ما وظهرت اليوم هي معروفة، وبالتالي ما عندنا حاجة فعلا عن مثلا نعود ونظهروا أكثر بها. اللي فتنا عدنا عدة مطالب وفتنا عدنا عدة مسائل تدل على أن فهم مطالب مهمة ومطروحة حاليا عند الدولة. بالتالي نعم، يلاحظ المراقبون فتور في تظاهرة المطالبة بالحقوق، هل يعني ذلك أنكم فقدتم الأمل في تنفيذ أو تلبية مطالبكم؟ ما لا تبارك الله، ما فقدنا الأمل. نحن أول مسؤول تلقانا والله جابرنا معه هو السيد الوزير جزاه الله، وهو اللي كان عنده الملف ومطروح عنده وكنا متابعينه. وفي الآونة الأخيرة تم ضبط الأمور بشكل على عنا جاءتنا معلومات على عن اللي يتم إن شاء الله تسوية قضية العمال غير الدائمين بصفة شاملة. إلى الآن لم تتم يعني. لحد الآن لم تتم بطريقة مثلا بطريقة عملية، يعني لم تتم إلى حد الآن، هي ما زالت مجرد وعود تقصدين يعني. هل؟ هي ما زالت مجرد وعود، هم موعدوك حتى الآن ما زالت مجرد وعود، ولكن شفنا نحن طرق انقبضت، ربما تقدر تعود هي الطرق اللي يابتها كانت الدولة صنعتها قبضها في البداية وكانها الحمد لله بدأت في تطبيقها. تم اكتتاب البعض منكم، كم كان ذلك العدد المكتتب؟ لم يتم أي اكتتاب يعني العمال غير الدائمين، لتصحيح هذا الخبر، لم يتم أي اكتتاب العمال غير الدائمين، من عالمين به؟ نعم، بمناسبة وجودكم الليلة معنا، ما هي رسالتكم؟ رسالتنا واضحة، رسالتنا نختار نوجهها للعبد العزيز وحكومته وعلى عن هذه الشريحة 20 سنة هي في الإدارة تعاني من المشاكل المعروفة، هو قضية الدجمة وقضية ترانسبور وقضية حق التقاعد وقضية التأمين الصحي، ونختار ونقول لهم على عنهم صبحوا بصمة عار لذي الدولة. إذا عاد كانت أصلا في الماضي
تراكمات كانت عند الأنظمة اللي ماضية، نختاروا بعدهما هذه التراكمات اللي يلحقونا نحن فيها، ويعتبروا على عنهم عدو له عدو عدل إنجاز غير مسبوق بها، اللي في الحقيقة هي الشريحة الوحيدة اللي بحاجة على عنها تسوى قضيتها. ونختار ما اللي نقول عنها قضية وطنية، نختار نقول عن القضايا الوطنية اللي عند الدولة، وتختار ورقة مثلا تعطي فيهم تعليمات، ولا تختار طبقهم على أرض الواقع على عنها تعتبر عن العمال غير الدائمي عنها قضية وطنية ولازم من تسويتها. نعم. إذا عزيزة منت الحسن رئيسة نقابة العمال غير الدائمين كنت معنا هنا في الاستديو، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وفي خبر سياسي، اتهم بيرامو العبيد السلطات الموريتانية بمحاولة عرقلة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال رفض ضباط الشرطة القضائية بالتوقيع على التزكيات التي تقدم بها المستشارون التابعون له. وأكد العبيدي أنهم أبلغوا السلطات الحكومية ممثلة في وزارة الداخلية وتعهدت بحل المشكل، غير أن القضية ما تزال تراوح مكانها. وصلوا الجهات كامل المعنية. أنا إدارة ترشحنا للرئاسيات الهنهارات لمستوى نواكشوط، لمستوى القوارب، لمستوى أطار، لمستوى تجكجة، تعاني من رفض السلطات المختصة اللي هم ضباط الشرطة القضائية، رفضهم قبول تشريع والله توقيع تسكيات اللي هم لفيف من المستشارين يعدلوها الترشح براول الدولة بي. وسعينا شور السلطات شور وزارة الداخلية وجبرنا الأمين العام وتعهدنا عن ذاك اللي ليسوى وعنها مي تعليمات رسمية يقير مزلنا لين ضرك مستشارين اللي يزكوا هذا الترشح ممنوع لهم، ممنوع عليهم هاي التزكية من طرف السلطات، وهذا أمر واضح أنه مخالف للدستور الموريتاني وقانون الانتخابات، قانون ترشح الرئاسة بالأخص. وهذه نعتبروها مضايقة من ضمنها المضايقات اللي ياسر. يحتفل عمال موريتانيا على غرار باقي دول العالم بالعيد الدولي للشغل الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، غير أن ما يميز هذا العيد لدى العامل الموريتاني هو إحساسه بأن معظم المطالب التي رفعها هذه السنة هي ذات المطالب التي رفعها خلال السنوات الماضية. محمد سالك ولداهي واكب انطلاق احتفالية العمال وعاد بالتقرير التالي. العمال خرجوا عن بكرة أبيهم كما هو ديدنهم في مثل هذا اليوم من كل عام، إنهم يرفعون فيه الشعارات التي تطالب بحقوقهم وتدافع عنها، يلبون النداء العالمي الخالد يا عمال العالم اتحدوا. العمال الموريتانيون يؤكدون أنهم سئموا اشترار مطالب لا يعيرها القائمون على الشأن الرسمي بالا، ولكن ما أصبح يهمهم هو خفض الأسعار وزيادة الرواتب، بيد أن أغلب العمال يعود عليه العيد وهو في شبه إجازة من العمل، إما بسبب الإضراب أو تحت وطأة البطالة المقنعة. المطالب والشعارات لا تتغير، والاتفاقيات الجماعية لم يتم تعديلها منذ العام 1974، وبهذا يصبح العامل الكادح في حصار بين ثنائيتين، هما حكومة يصفونها بالمتخاذلة وأرباب عمل لا هم لهم سوى الربح. يعيش بلدنا اليوم أزمة حقيقية على المستويين السياسي والاقتصادي والتي تتعقد يوما بعد يوم، الأمر الذي نجمت عنه وضعية مقلقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، مما خلف أثرا سلبيا على النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلد، أدى إلى تقليص ملحوظ في فرص التشغيل
وانعدام موارد الدخل. رؤساء النقابات رأوا في الاحتفالية مناسبة يعبرون من خلالها عن خيبتهم لما وصلت إليه وضعية البروليتاريا في يومها العالمي. تصورا عندنا اتفاقية جماعية من 74 وهي كانت يارتها تبدل كل 4 سنوات أو كل 5 سنوات. تصور على أن عندنا وحدات وهلاذين قطاع مهني في هذا البلد اللي هو ما عندنا ما 5 اتفاقيات فرعية ويزدهم معدل 68 لجنة المعادن. تصور عن عندنا مشكلة الأسلاك اليوم على مستوى الوظيفة العمومية. تصور عن الوظيفة العمومية اليوم 60% منها من الناس اللي ما عنده عقود عمل ما هم مدموج في الوظيفة العمومية، وبالتالي عندنا وضعية مأساوية وفضاوية وبحاجة إلى التغلب عليها. هذه الرقصات والطبول لا تعبر عن الفرح بقدر ما هي رقص على إيقاع المشاكل وهموم الحياة. طالبين زيادة عامة للعمال بصفة عامة، وطالبين على اللي ينقالوا سراف يعود تابع للدولة، وطالبين على الدولة تخفض عن المواطنين كان مقدر يعيش. هم دروا حقوقنا، دروا زيادات ما ريناهم، كرم انه العبد العزيز ولا ريناهم، وندروا كنو الهسنة واخمس تشهر تنقطع منه ولا ريناه، وحقوقنا ما ريناهم. بسواعد هؤلاء تشيد البنى التحتية ومن عرقهم المتصبب تأكل الأجيال، ولكن حالهم الذي يكفي عن سؤالهم لا ينم بأن السلطة والمجتمع يردون لهم الجميل، فالدولة كأكبر مشاغن في البلاد يتجاوز العمال غير الدائمين فيها نسبة 60%، أما القطاع الخاص فحدث ولا حرج. محمد السالك الداهي، الوطنية. وفي سياق ذي صلة، لوح عمال الشركة الوطنية للصناعة والمعادن سليم في زوارات بالدخول في إضراب شامل عن العمل إذا لم تتم الاستجابة الفورية لمطالبهم التي من أبرزها إشراكهم في أرباح الشركة. وقال مندوب اتحاد العمال إنهم مددوا الإضراب لمدة 3 أيام ورفضوا العمل ساعات الدوام الأصلية والإضافية منذ منتصف ليل الخميس للمطالبة بإشراكهم في أرباح الشركة، مؤكدا أن الإضراب جاء بعد النتيجة المخيبة للآمال في هذا الشأن. وقد رفع العمال خلال وقفة اليوم بعض الشعارات أبرزها المطالبة بإقالة المدير العام للشركة الذي قالوا إنه خذل العمال. وصل مساء أمس الأربعاء إلى السجن المركزي بنواكشوط عدد من السجناء السلفيين بينهم قادة في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وقالت مصادر عائلية من أهالي السجناء إن محمد والشبيه المحكوم عليه بالإعدام وعمر والمحمد صالح الملقب البتار وسالم والهمودي وعبد الرحمن واليرق ضمن من وصلوا إلى نواكشوط. وذكرت المصادر نفسها أن عددا من سجناء قاعدة صلاح الدين دخلوا منذ فترة في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما اسموه سوء المعاملة وتردي الأوضاع الصحية لبعض زملائهم. ومن بين المضربين سجين المعروف والهيبة، يشار إلى أن السجناء السلفيون يواجهون أحكاما قضائية متفاوتة أبرزها الإعدام في حق المتورطين في عملية ألاج الشهيرة والتي راح ضحيتها 6 سياح فرنسيون. خلدت نقابة الصحفيين الموريتانيين اليوم العالمي للشغل من خلال ندوة حوارية نظمتها لذات الغرض. وقال نقيب الصحفيين إنهم يسعون إلى تنظيم حوارات من الجهات الرسمية مع الجهات الرسمية والمؤسسات الخصوصية بغية التوصل إلى اتفاق يهدف إلى حماية العاملين في القطاع لاستعادة حقوقهم. في ولاية قديماغا خلدت نقابات عمالية مختلفة في مدينة سيليبابي اليوم العالمي للشغل بحضور السلطات الإدارية والأمنية. وقد رفعت نقابات شعارات تطالب الدولة بتحسين ظروف العمال، أبرز تلك النقابات هي نقابات التعليم والحمالة. وكان لهذه الأخيرة حضور قوي في هذه المناسبة، حيث اشتكى الحمالة التابعون لمفوضية الأمن الغذائي بظروف عملهم ووصفوها بالمزرية. وفي مدينة آلاج اللي منا ما نحب نسأل بس أو إحنا هاي وخاصة ما السياسة هذا ما هو شعار بيني وقال لي يعني شو يتكلم شو ما عدم إيش ما عدل لا بقى عدل ما بقى أنا قال إيش ما عدل وقال لي ليش واحد يمدوه العدل الموريتاني
كانت سعرها بالوضع ثم اللي من الاجنبيين ثم اللي سعرها بالوضع. وفي مدينة ألاج نظم العشرات من منتسبي الكونفدرالية الموريتانية للشغيلة مسيرة جابت الشارع الرئيسي واختتمت بمهرجان خطابي بالمنصة الرسمية. حمل خلاله العمال شعارات تطالب برفع الأجور والحد من العمالة الأجنبية والعناية بالحمالة من خلال زيادة سعر الحمل. وسلم ممثل النقابة العمالية عرائض مطلبية للسلطات المحلية مبدين خشيتهم من أن يكون مصيرها كيس المهملات. وقد اقتصرت المشاركة في المسيرة على عمال الطبقة المسحوقة والكادحين من الحمالة وأصحاب العربات في حين غاب عنها تجار المدينة وموظفوها. شارك المئات من عمال مدينة واذيبو في المسيرات التي جابت شوارع العاصمة الاقتصادية، وقد تنوعت المطالب بتنوع ممثل النقابات المشاركين فيها. وقد سلم ممثل النقابات العمالية عرائض مطلبية لوالي الولاية بعد أن قدموا أهم مطالبهم في مهرجانات الخطابية. كما طلب المنتسبون لنقابات عمال الصيد بتحسين وضع الصيادين وولوجهم إلى خدمات التأمين الصحي. أما الآن فإلى جديد الرياضة رفقة أبو بكر تورو. سيكون المنتخب الوطني للشباب أقل من 20 سنة بقيادة المدرب الوطني سيد أحمد دول القاسم أمام فرصة مصالحة الجماهير الوطنية بعد الخسارتين المذلتين أمام المنتخب التونسي ذهابا وإيابا لمنافسات الدور التمهيدي الأول من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات الأمم الإفريقية للشباب أقل من 20 سنة التي ستحتضنها الجارة السنغال العام القادم، حيث سيشارك المرابطون الشباب في كأس العرب للشباب التي وضعتهم قرعتها في المجموعة الأولى مع المنتخب التونسي للشباب من جديد حامل اللقب ومنتخب العراق إضافة إلى منتخب جيبوتي، وهو ما يفرض على كتيبة سيد أحمد ولي القاسم تحقيق نتائج جيدة في البطولة التي ستحتضنها قطر لمصالحة الجماهير واستعادة ثقتهم في المنتخب من جديد. وستقام منافسات البطولة التي ستضم معظم الدول العربية مطلع يونيو القادم. لحق نادي الكونكورد بركب المتأهلين إلى الدور الثمن النهائي من منافسات الكأس الوطنية بتخطيه لعقبة سنيم كانسادو مساء يوم الأربعاء على نجلة المركب الأولمبي بالعاصمة نواكشوط بركلات الترجيح 3-1 بعدما انتهى اللقاء الذي جمع بينهما بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. مسعودة سيدة تخطو نحو عقدها السادس تعاني الوحدة والمرض والفقر، أخذ القدر وحيدها الذي كان ينفق عليها فبقيت دون معيل تعيش على ما يقدمه الجيران من صدقات. القناة الوطنية وقفت على حالة هذه السيدة المسكينة وأعدت التقرير التالي. حيث تمتلئ الأذان بالضجيج والعيون بالغبار يقع هذا العريش المتهالك القديم حيث تعاني السيدة مسعودة أصناف الوحدة والفقر والضعف والمرض في هذا الحيز الجغرافي من الكرة الأرضية، وفي هذا العريش تحديدا تفتقد الحياة نفسها لكل مقومات الحياة، أثواب وأقمشة بالية وأواني صدية وعصي تبدو كأنها حصير، كل شيء في هذا العريش يذكر بالماضي وكل شيء فيه أشلاء وبقايا الأشياء لا ندري ما هي. يبدو العريش للوهلة الأولى وكأنه مهجور، ولكنه ليس كذلك، فله ربته التي لا تغادره ليل نهار. هي حكاية مأساة ومأساة حكاية. جاءت هذه السيدة إلى مدينة سالبابي قادمة من مسقط رأسها بمقاطعة وليانجا مع أمها التي توفيت فبقيت وحيدة، لا أخ ولا أخت، فهي وحيدة أمها. فامتهنت العمل كخادمة منازل بعد نعارها أحد المحسنين هذه القطعة الأرضية تسكنها ومنذ 25 سنة، وهي تعمل بجد وتأوي إلى عريشها لتنام، غير أن الكبر ومرضها المزمن الذي تعاني منه في الجهاز الهضمي أوقفاها عن عملها كخادمة، فبدأت تشتري بما يتصدق به الجيران هذا الحطب لتبيعه. إنه الإنسان الذي لا يقاوم في أصعب الظروف من أجل البقاء. تعيش مسعودة على ما يقدمه الجيران من طعام، فليس لها في هذه الحياة سوى ابن واحد فقير وذو عيال،
جعلها نبأ مرضه في العاصمة نواكشوط تعيش من أجل حلم واحد هو كل غايتها أن تحصل على تذكرة سفر إلى نواكشوط بقيمة 7000 أوقية لتزور ابنها في المستشفى قبل أن تموت. كما تقول الجيران تحدثوا لقناة الوطنية عن الظروف القاسية التي تعيشها السيدة مسعودة وكيف تعيش حياة خارج حياتنا الطبيعية، ومثلما يغلي هذا القدر المملوء بالصدقة تغلي أحشاء هذه المسكينة ولكن في صمت ودون دخان. وبعد وفاة ابنها الوحيد كان لنا لقاء آخر معها ولكن صمتها ودموعها كان أبلغ من الكلام. وهب يري واليدالي لقناة الوطنية سليب أبي. كان الله في عونها. نشرة انتهت وقد تابعتم فيها زوارت احتفالات الأول من مايو على وقع الإضراب. والعبيدي يتهم السلطات بعرقلة ترشحه للانتخابات. كما تابعتم أيضا مسعودة حين يتكالب الفقر والجوع وفقدان المعين. هي النشرة أطيب المنى. في أمان الله.